حفلنا الكريم في انطلاقات هذا اليوم، في انطلاقات المرموم وانطلاقات ميدان دستور لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، حيث ينطلق مشاهدين الأعزاء تاسع أشواط هذه الفترة الصباحية، حيث ينطلق شوط خاص بالأبكار الحقاقة من مسافة 3 كيلومترات. نرحب بالجميع وكل من يتابعنا أمام قناة ريسنج في هذه الانطلاقات وهذا التواصل الحي والمباشر من قلب الحدث من ميدان دستور. نسير إذن لنقترب من بداية انطلاق هذا الشوط المخصص للأبكار، والمركز الأول والبداية الأولى على قمة هذا الشوط تتقدم من خلال مشاهدين الأعزاء آفاق لعيضة بن عبد الله بن خزام العامري، هو الآن المتقدم والذي يبحث عن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني مواري سالم بن راشد العمري يتقدم إلى المركز الثاني، أما المركز الثالث من الجانب الآخر هناك تتواجد بنت الذهب علي بن أحمد بن خادم المهيري، والمركز الرابع نقل إلى شعار بن غدير، حيث تتقدم من خلال هذه اللحظات هذه مشاهدي الاعزاء جبارة ظافر بن حمد بن غدير الاكتبي على رابع المراكز، بينما الشاهينية لمحمد بن حمد بن سعيد المنصوري في المركز الخامس والمركز السادس. من خلال هذه اللحظات الشاهينية لسالم بن سهيل بن حمد العفاري في سادس المراكز، المركز السابع هذه اللي وصلت الشاهينية محمد بن سليمان الرشيدي، المركز الثامن ظنون ناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي، المركز التاسع منصورة محمد بن سيف بن سالم بضبيعة، بينما المركز التاسع من الجانب الآخر هناك يتواجد شليويح بن حمد بن شليويح العامري يقدم لنا السرابة، أما المركز العاشر في هذا الوصول وهذا التحدي مشاهدينا الأعزاء سعيد بن عبد بن عامر الوهيبي، هذه النتيجة أو العويسي هذه النتيجة للمراكز المتقدمة حفلنا الكريم، للمراكز التي تسير وتبحث عن انتصار، تبحث عن ناموس في ملتقى هذا الشوط. عودة إلى البداية وعودة إلى ظافر بن حمد بن غدير الاجتبي، إلا أن التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة ظنون ناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي غير في هذه اللحظة إلى المركز الأول، ظافر بن حمد بن غدير ثانيا، المركز الثالث وصلت منصورة محمد بن سالم بالضبيعة يحتل الآن المركز الثالث، بينما المركز الرابع الشاهينية لمحمد بن سليمان الرشيدي يحتل المركز الرابع، المركز الخامس العويسي يقدم أرصاد محمد بن علي بن سليم العويسي في المركز الخامس، والمركز السادس الشاهينية محمد بن حمد بن سعيد المنصوري، المركز السابع وصل الآن ولد السهران ليقدم لنا دغشة بن سالم العمري، هذه النتيجة. المركز الثامن وصلت مخيفة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، هذه النتيجة. علي بن خليفة بن رشيد في المركز العاشر، ولكن عودة إلى صبيح، عودة إلى ناصر بن صبيح الوهيبي، هذه ظنون ما تخيب الظنون، ما تخيب الظنون في ظنون في ظنون، وناصر بن صبيح الوهيبي على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. ها هي أمامكم أيها الحفل الكريم، ظنون 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 ناصر بن صبيح محمداني الوهيبي أما المركز الثاني بالضبيعة يتقدم بالضبيعة منصورة محمد بن سيف بن سالم بالضبيعة، ولكن أحمد بن مطر بن مايد الفيلسوف رجل الأمتار الأخيرة ظنون مسيطرة إلا أن مخيفة تخوف، مخيفة يبغي السلام والتحية لهالي رماح، مخيفة سلام للرماح، سلام مخيفة هنا الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، تهانينا والناموس على فوزه مخيفة بالمركز الأول، هنا الفيلسوف. المركز الثاني ظنون ناصر بن صبيح الوهيبي، المركز الثالث ياتي محمد بن سيف بالطبيعة الاجتبي، والمركز الرابع ياتي ود السهران ليقدم لنا دغشة علي بن سالم العمري، المركز العاشر.
المركز الخامس زيارة علي بن خليفة بن رشيد السويدي، هنا عملت زيارة في هذا الموقع. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء النتيجة لمجريات وتحديات هذا الشوط في مسار القوة ومسار الإثارة، حيث كانت البداية، حيث كان التحدي من خلال انطلاقة مخيفة في اللحظات الأخيرة أحمد بن مطر بمايد الخيلي أي البيلسوف، والتحية لأهلي رماحة. 4:37 تسعة أجزاء من الثانية، تانينا والناموس للفيلسوف، واسعد الله صباحكم يا الرماح. أحمد بن مطر بن مايد الخيلي 4:38 وجزئين من الثانية، تانينا والناموس لناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي على فوز ظنون بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث كان التدخل السريع من قبل منصورة محمد بن سيب بن سالم بالضبيعة. 4:41:03 من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.